هاد الخدمه الصوتيه ديال شات جي بي تي مشات بعيد. تشيك ذيس اوت. واش ممكن تجاوبيني بالدارجه المغربيه؟ اشنو كيبان لك في اللاعب المغربي ياسين بونو؟ ياسين بونو هو حارس مرمى مغربي موهوب جدا، يلعب حاليا في إشبيلية الإسباني. لقد أظهر مستوى رائع في الليغا وأصبح من الحراس المعروفين على الساحة الدولية. اسمحي لي ياسين بونو، ما بقاش كيلعب في إسبانيا ولا كيلعب دابا في الهلال في السعودية؟ عذرا على الخطأ. أنت كتجاوبيني باللغة العربية وأنا بغيتك تجاوبيني بالدارجة المغربية عافاك. آسف على الإرباك. بالنسبة لياسين بونو كيعتبر حاليا واحد من أقوى الحراس في إفريقيا، ولعبه في الهلال السعودي حاليا كتشهد على جودته. شكرا على تصحيح المعلومة وعذرا على الغلط. شنو رأيك في بونو في الدوري السعودي؟ صراحة أنا كيعجبني بونو بزاف. ماشي، غير أنت الوحيد اللي كيحسن بونو. هو حارس مرمى قوي كيعطي ثقة للدفاع وللفريق كامل. ليك يعجبك بونو بالضبط؟ هل هو على واحد اللعبة معينة ولا على الأداء العام دياله؟ وهو صراحة لعب واعر زوين وضريف وخلوق. أيوة مفهومك. بونو مشهور بالمهارة دياله وبالتواضع دياله كذلك. هاد الصفات كتخليه لاعب محبوب من طرف الجمهور والزملاء في الفريق. مزيد من اللاعبين بحاله والكرة ديالنا غادي تكون في مستوى عالي. فاش كتتابع الدوري السعودي ولا غير كتشوف الأخبار على بونو؟ لا والو، صراحة غير كنتبع الأخبار ديال بونو ولكن ما كنتفرش في الدوري السعودي. فهمت. الأخبار كتقدر تعطيك فكرة زوينة على الأداء دياله، ولكن ماشي بحال متابعة الماتشات على الحي. بونو هو واحد من اللاعبين اللي كتجذب الانتباه حتى في الدوريات الأخرى. وانت كتفضل تتابع شنو نوع من الرياضة غير كرة القدم؟ Well, I like to watch the UFC. What do you think about that game? And also, can you answer me in Moroccan Darija again? أكيد. الـ UFC هو شيء آخر تماماً من كرة القدم. كتعطيك حماس وإثارة لأنها رياضة قتالية. فيها الاستراتيجية، التقنية والقوة، كلها كتلعب دور. شكراً على الأجوبة ديالك. الله يعاونك والله ينصر سيدي محمد. أمين. شكراً على التمنيات والحديث. الله ينصر سيدي محمد ويعاونك أنت زعما. إذا عندك مزيد من الأسئلة أو حاجة كتهمك متتردج في السؤال، تصبح على خير.